لسه معاكم من مدينة العالمين الجديدة ومتابعة فعاليات انطلاق النسخة الأولى من مهرجان العالمين الجديدة. وزي ما كنا بنتكلم مع حضراتكم في مقدمة الحلقة، مهم جدا ان احنا كلنا نيجي ونشوف ايه اللي بيحصل في هذه المدينة الساحلية الجميلة الحقيقة. يمكن جهود كبيرة جدا وخطوات كثيرة جدا، ويمكن واحنا بنتكلم على الجهود اللي بتقام او بتبذل في هذه المدينة كبيرة جدا. ومش بس الحقيقة انه مهم ان احنا نيجي ونشوف ونشارك حتى بوجودنا في هذه المدينة وندعم السياحة وندعم هذه المدينة، لكن حتى على الاقل ندعم بفكرة. اللي عنده فكرة انها ممكن تدعم السياحة، فكرة انه نفسه يشوفها موجودة في مدينة العالمين الجديدة، ده بالمناسبة كمان دعم وبالمناسبة كمان مساعدة مهم جدا. وده كان سؤال حلقتنا النهاردة لحضراتكم. السؤال هو ايه الفكرة اللي لو اتعملت في العالمين الجديدة هتخليها اهم مكان سياحي في العالم؟ قول لنا فكرة يا شازل. طبعا الناس، انا عاجبني ان الناس عندها افكار والناس بتشارك، سواء في سؤالنا الموجود او حتى في اللقاءات اللي هنعرضها دلوقتي. جميل الناس يكون عندها افكار وتشارك بيها، لان دايما الناس بيكون عندها افكار ما تبقاش عارفه توجه هذه الافكار فين او تكلم مين عشان توصل فكرتها. لكن دي حاجه مهمه جدا. احنا عندنا برضو الحوار الوطني فاتح المجال في هذه النقطه تحديدا. اي حد عنده مقترح او اي حاجه خاصه بتطوير السياحه في هذا الملف تحديدا ممكن يتقدم بهذا المقترح، وبالفعل بيتم دراسته والعمل عليه. مقترحات الناس مهمة جدا، لكن في حاجة كنت عايز أقول لحضراتكم عليها. احنا دايما كل يوم بنصحى الصبح كده على ترند شكل، مظبوط؟ كل يوم بنلاقي فيه هاشتاج كده معين، والناس صاحية من النوم لقت ترند، معرفش مين اتخانق مع مين ومين عمل ايه ومين راح فين. كل دي ترندات احنا بقينا عايشين فيها للأسف وبقى واقع. ايه رأيكم نعمل لنفسنا ترند؟ احنا نعمل لنفسنا ترند، نعمل لنفسنا ترند مهرجان العالمين الجديدة. الترند ده هيبقى مهم لينا، هنستفيد منه واحنا قاعدين في البيت، مش هنبذل اي مجهود. لما نطلع اسم مهرجان العالمين الجديده ترند رقم واحد على كل المنصات، احنا هنستفيد زي ما قلت لحضراتكم في البدايه، البلد هتستفيد، اقتصاد البلد هيستفيد، العاملين في قطاع السياحه. مش لازم تكون انت عامل في قطاع السياحه بالمناسبه، لا، اي حد من اهلك، جيرانك، معارفك، وضع البلد بشكل عام هيختلف. فاحنا ممكن نعمل نفسنا ترند، نشارك دايما بافكار ومقترحات ونفعل هاشتاج مهرجان العالمين الجديد. دلوقتي ناخد مجموعه من التعليقات اللي جات لنا على سؤال الحلقه. الناس طبعا عندها افكار ومقترحات كتيره جدا بتشاركنا. ممكن نطور السياحه الداخليه برضو ونرخص اسعارها شويه، دي الاستاذه سلمى. في الأستاذ عبد العزيز الشافعي بيقول صباح الخير عليكم، أشياء كتير وأفكار كتير ممكن تتعمل، مثلا مجموعة جزر صناعية صغيرة تكون زي قرى سياحية جوه البحر، رغم أن حاجة زي دي ممكن تكون مكلفة، إنما مع الجو الجميل خلال فصل الصيف هتكون منافس لجزر المالديفز على أرض مصر. صباح الخير عليكم. طبعا هذه الجزر هي جزر مشهورة جدا، يمكن يعني بيكون ليها كمان فيها نسب كمان سياحة عالية جدا جدا جدا، والفكرة كويسة بالمناسبة. ومهما صحيح كانت غالية أكيد بيتم دراستها، لأنه لو العائد منها مجزي مفيش اي مانع مننا نعمل فكره زي دي. في الاستاذ علاء هارون بيقول اهم شيء ممكن في العالمين الجديده محتاجينه مطار خاص بيها، هتكون من اهم مدن السياحه في العالم العربي. احنا قريبين جدا اعتقد من مطار برج العرب يا جمانة. صحيح يا شاذ، يعني اعتقد المسافه بسيطه جدا، يعني مش محتاجه ساعه تقريبا او ساعه وربع مثلا. طيب في كمان استاذ عبير سالم الغريب بتصبح علينا من بلد السحر والجمال عروس القناه الاسماعيليه، بتقول طبعا انها لو اتعمل فيها منطقه تجمع التراث الاسلامي مع التراث الشعبي في مع العصر الحديث هيتيح لجلب السياح بشكل افضل. صبح كمان على والدتها واختها، صبح عليكي ومصبح عليهم. طبعا الاستاذ جمال مختار عنده فكره بيقول نعمل متحف اثار يضم اثار من مختلف العصور المصريه في هذا المكان حتى يجذب الكثير من الزوار والسياح الى مدينه العالمين. دي اهم فكره، وتحياتي لكم وصباح الخير يا مصر. الفكره كويسه جدا يا استاذ جمال، واعتقد ان احنا نفذناها بالفعل في شرم الشيخ، مدينه سياحيه الناس بتروح عشان السياحه الشاطئيه هناك. عملنا هناك متحف اثار في شرم الشيخ، ووفرنا على السياح بدل ما كانوا بييجوا شرم الشيخ ويقتطعوا من اجازتهم عشان ينزلوا القاهره يزوروا المتاحف اللي موجوده فيها ويرجعوا مره ثانيه لشرم الشيخ، عملنا المتحف. الفكرة طبعا موجودة وقائمة وتنفذت قبل كده، وأعتقد أنها فكرة مهمة برضو حقيقي. في كمان الأستاذ عبد الحكيم فهيم الحيس بيقول بيصبح علينا، بيصبح على حضرتك أستاذ عبد الحكيم، بيقول استضافة الأجانب لمدة أسبوع مجانا كل سنة بشهر 7 تحديدا، ده بيعمل طفره للسياحه لم يسبق لها، ودعايه مجانيه للعالمين الجديده. وفكره انه يكون موجود او دعوه السائحين لمده اسبوع مجانا
شيء هو من وجهة نظره ان هي تعمل رواج للسياحة، هي فكرة طبعا لطيفة، وفكرة عامة السياحة كمان الموجهة يا أستاذ عبد الحكيم انه يكون في لكل بلد او كل سائحين من بلد بعينها يكون في موجود شيء او حدث يجذب هؤلاء السائحين بشكل خاص. دي نقطة مهمة جدا، واعتقد يا شاذلي دي يعني فكرة الدعاية حتى مهمة جدا للسياحة، ودي نقطة مهمة بالمناسبة. صحيح. أستاذ يحيى أبو العيلة بيقول صباح الفل عليكم، أنا من العجمي من الهانوفيل، وده طريق العالمين، أحسن حاجة المدارس والجامعات عشان الأولاد تتعلم، والنوادي الرياضية عشان نطلع محمد صلاح تاني، والطرق برضو لازم نهتم بيها، والكباري وحافظ الله مصر وشعبها. جميل جدا يا أستاذ يحيى طبعا أفكارك، بس هو العلم طبعا في مدارس موجودة في المدينة، وزي ما كانت جمانة بتقول في المقدمة إن هي مدينة تصلح للإعاشة طول العام، تقدر تعيش فيها، مش فقط مدينة سياحية وفيها ثلاث جامعات كمان. ده بالإضافة إلى بقى هو فتح نقطة مهمة جدا يا جمانة، وبيتكلم عن الكباري تحديدا، كباري الساحل. السنة اللي فاتت أول ما اتعملت هذه الكباري بدأت الناس تنتقد وتقول ليه عملنا هذه الكباري، والكباري دي صعبة والناس مش فهماها وحرام، ومش وكنا ممكن نعمل، وخبراء الطرق بدأوا يطلعوا، كل واحد بدأ يقول لا احنا كنا ممكن نعمل الطريق بالشكل ده، طب احنا ليه عملنا ده وما عملناش ده. اتفرجوا على نفس الناس السنة دي بعد ما فهموا طبيعة هذا الكوبري بيودي فين، البطيء والسريع، البطيء اللي قدام القرى بعد ما كان حارة واحدة بقى حارتين رايح وحارتين جاي وفي فاصل ما بينهم، فكل الناس بقت بتستخدم هذا الكوبري. لكن احنا كنا متسرعين، احنا دايما كده في السواقة يعني، برضو خلينا يعني ايه واقعيين مع الناس، احنا دايما متسرعين. بس هو الصح ان انت حتى طريق لسه بتمشي فيه جديد لأول مرة انك تمشي بالراحة. واحنا مش متسرعين، احنا عندنا محللين وخبراء كتير جدا يا شاذلي، خاصة اللي ظهروا اكتر كمان بعد وجود مواقع التواصل الاجتماعي، كل حد بينزل فيديو ويتكلم وهو بيصور الفيديو قد ايه الكباري. انا فاكرة حتى فاكرة الفيديوهات دي يمكن قد ايه الكباري صعبة وقد ايه الناس بتوه ومش فاهمة. هي الفكرة ان احنا ما كناش لسه فاهمين وما كناش عارفين، واي طريق جديد لازم ده الطبيعي ان احنا نكتشف ونفهم الطريق ده اتعمل ليه. بعد ما بنجربه بنعرف أهمية الطريق وبنعرف قد ايه فرق معانا، وهي دي الفكرة ان احنا لا ننساق وراء الفيديوهات واللي بنشوفها. طبعا مهم ان احنا بقينا بنشوف حاجات كتير على مواقع التواصل الاجتماعي، وبالمناسبة حاجات يمكن بنقدر نحلها وبيكون فيها ليها حل، لكن مش دايما بيكون الطريقة دي او الانتقاد بشكل حتى اعمى من غير ما نجرب، ده مهم.